السلام عليكم مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم في حلقه جديده من الاجنده. اليوم هو الرابع والعشرون من شهر فبراير للعام 2018. تحدثنا طوال الاشهر الماضيه عن الحرب والصراع وقليلا ما تحدثنا عن الابعاد الاخلاقيه للصراع مع انها الابعاد الاكثر خطرا فيه كما يعرف اهل العلم والمعرفه فلا صراع بدون اخلاق ولا معرفه سياسيه حقيقيه بدون معرفه هذا البعد ولهذا راينا ان نتوقف في المحور الاول من هذه الحلقه عند هذه القضيه اما المحور الثاني فسنحاول فيه استعراض القوى والشروط التي سترسم ملامح المستقبل في اليمن وفي المنطقه بشكل عام كونوا معنا لا خلاف على ان اليمنيين اليوم يعيشون وضعا في غايه السوء والانحطاط وضع ليس اسوا منه الا وضع اخوانهم السوريين الذين يبادون بالجمله اطفالا ونساء ورجالا وهم في بيوتهم وتنتهك حرماتهم في سجون النظام الفاشي الطائفي بالجمله نساء يتعرضن للاغتصاب امام رجالهن ورجال يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي فيموت بعضهم تحت التعذيب ويخرج آخرون وقد أصيبوا بالجنون وأحداث يعني حطمت الأنفس والعلاقات والآمال وحطمت كل شيء في سوريا مأساة إنسانية لم تعرف العرب لها مثيلا من قبل والكلام مهما كان مهما كان بليغ لا يستطيع أن يصف مأساة السوريين واليمنيين الحقيقية لانها ماساه تاريخيه ستتذكرها الاجيال لمئات من السنين القادمه وسيدخل التاريخ من اكبح ابوابه كل من شارك فيها بالفعل او بالتخطيط او بالمناصره والتبرير او حتى بالصمت الصمت عن قول الحق واذا سالتني هل هناك ما هو اسوا من هذه الماسي ساجيبك نعم هناك ما هو اسوا من هذه الحرب وهذا الدمار وهذا القتل وهذا الجوع وهذا الشتات والتمزق وهذه الامراض الوبائيه الفتاكه التي تجتاح اليمنيين على الاقل هناك ما هو اسوا من هذا الهوان في الداخل والخارج اسوا من هذا كله هو اننا لا نتعلم مما جرى ويجري لا نتعلم الدرس لا نتعلم من اخطائنا التي اوصلتنا الى ما نحن فيه بل لا نريد ان نعترف بهذه الاخطاء نحب المكابره نحب المغالطه والخلط واللف والدوران خوفا من الاعتراف بالحقيقه نضرب بالمنطق عرض الحائط نتذاكى في تبرير اخطائنا نلقي بالمسؤوليه على غير المسؤول نضع البريء في صف واحد مع المجرم ان لم نضعه بدلا عن المجرم وفي احسن الاحوال نضع المجرم رقم عشرة بجانب المجرم رقم واحد ونجعلهما في منزلة واحدة ونظن أننا نتذاكى على الحقيقة بينما نحن نزيف الوعي بقياسات خاطئة فقط لتبرير مواقفنا وإدانة الخصوم نكترف كل ما اقترفه بنو إسرائيل ذات يوم فاستحقوا لعنة الله في الكتب الدينية نفعل هذا ليس لأننا أغبياء بالطبع اليمني ذكي بفطرته وإنما نفعله لأننا لسنا أسوياء من الناحية الأخلاقية والنفسية هذا يدل على عدم السوية النفسية لا نتمتع بالصدق ولا بالقدر الكافي من الشجاعة ولا بالقدر الضروري من الحرية الحرية التي هي في جوهرها حرية الضمير كما يقول هيجل الحرية درجات أعلى ذروة سنام الحرية هي حريه الضمير بالفعل اذا اردنا ان نلخص مشكلاتنا النفسيه والاخلاقيه في هذه الماساه فسنقول ان سببها هو غياب الشعور بالحريه عند البعض لو كنا نشعر بالحريه خلينا نتكلم بلفظ المجموع يعني حتى من لو كنا نشعر بالحريه وفي مقدمتها حريه الضمير نفسه ما حدث الذي حدث مشكلاتنا الحالية ليست ناتجة عن غياب الوعي والفهم كما يظن البعض لا كثير من الذين سببوا هذه المآسي لديهم فهم ولديهم وعي وعلم بما يفعلون وبمآلاته السلبية هم يدركون أنهم يجرمون وأنهم يخطئون وأن هذا خطأ وهذا صواب لكن ليس لديهم ضمير حر هنا الفرق ليس لديهم ضمير حر يمنعهم ويحجزهم عن فعل الغلط، وكثير من اتباعهم على شاكلتهم. المشكلات السياسيه لا تنفصل ابدا عن البعد الاخلاقي. السياسه مجرد بعد واحد من ابعاد السلوك، هذا البعد مرتبط بابعاد اخرى كثيره منها البعد الاخلاقي. هناك يعني من يحب ان يفصل بين البعد الاخلاقي والبعد السياسي ويقول لك خلينا احنا في السياسه ما علاقه الاخلاق لا هذه العلمنه غير مقبوله هنا لانه احنا هو سلوك واحد بشري، هذا السلوك له مستوى سياسي وله مستوى اخلاقي وله مستويات اخرى. احيانا نتحدث عن المستوى السياسي لكن لابد ان نتحدث ايضا عن المستوى الاخلاقي. المستوى الاخلاقي المقصود به البعد المتعلق بقضيه الخير والشر. في الفلسفة الأخلاق هي مبحث الخير والشر ما هو خير وما هو شر ما هو حق وما هو باطل ما هو صواب وما هو خطأ وأي صراع بين طرفين أو أكثر هو صراع بين صواب وخطأ أو بين خير وشر هذه منزلة وهذه منزلة عندما يصل الصراع إلى إسالة الدماء ودمار العمران وإذلال الناس وتشريدهم وقهرهم يصبح هذا الصراع صراع خير وشر لا صراع صواب وخطأ مش تقول هذا احنا بين الخطا والصواب، لا احنا بين الحق والباطل، بين الخير والشر لما يوصل الخلاف لمستوى القتل ومستوى الدمار. هناك من يحاول ان ان يزور حتى هذه الحقيقه. حقيقه ان الصراع اليوم لم يعد صراع سياسه بمفهومه البسيط. بل صراع خير وشر حق وباطل يغضب من غضب و ويرضى من يرضى لانه لم يعد صراع برامج سياسيه، احنا متى نقول انه صراع سياسي؟ لما يكون صراع برامج سياسيه لاحزاب مدنيه في حاله سلم واستقرار هذا صراع حياه صراع حياه وموت وكرامه وذل تحتشد فيه كل عناصر الصراع الكبير من ثقافه ودين واخلاق وتاريخ انتقل الصراع من المستوى السياسي البسيط إلى المستوى الأخلاقي وأصبح الناس في هذا الصراع يتميزون بأخلاقهم لا بانتماءاتهم الحزبية ولا بانتماءاتهم القبلية والطائفية الصراع لا هو قبلي ولا طائفي ولا حزبي ولا مذهبي بدليل أن جميع هذه الانتماءات انشطرت وانقسمت على نفسها انقسمت على طرفي الصراع والحرب بالطبع يعني ليس الجميع على هذا الحال اكيد وانما هي نسبه من المجتمع لكنها نسبه مؤثره لا نريد ان نسميها الان لكننا سنتعرف عليها بعد قليل هذه النسبه التي وصفناها قبل قليل المكابره المعانده التي تغالط نفسها وتغالط ضميرها او التي لا ليس لديها شعور بحريه الضمير هذه الفئه من الناس قد لا نسميها لكننا سنتعرف على صفاتها بعد قليل دعونا نقدم نموذجا واحدا يثبت ان بعضنا يحب المغالطه والمكابره وعدم الاعتراف بالحقيقه وان الصراع اصبح صراع قيم واخلاق لا صراع سياسه في مستواها البسيط دعونا نفحص المشكله اليمنيه خطوه خطوه ونتوقف امام البدهيات امام الكليات لا امام الصغائر والتفصيلات التي قد تشوش علينا وتشوش على الحقيقه. احيانا بعض الناس يظن انه ذكي، فيكذف ببعض التفصيلات علشان يشوش على الخطوط العامه العريضه الواضحه. خلينا في البديهيات والخطوط العريضه، ولنطرح في البدايه سؤال له طابع علمي وطابع جماهيري. السؤال يقول هل يمكن ان يحدث هذا الخراب الذي حدث من 2011 لليوم دون ان يكون له مقدمات واصول سابقه عليه هذه الاحداث من عام 2011 هل يمكن ان تحدث لو كان النظام السياسي الذي حكم اليمن اكثر من ثلاثه عقود لو كان هذا النظام صحيح وراشد ومنجز وقائم بواجباته الوطنيه والاخلاقيه هل كان سيحدث هذا الذي حدث الجواب من وجهه نظر العلم مستحيل مستحيل ان ياتي الخراب من الصواب. لا يمكن ان 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 تكون المقدمات الصحيحه تنتج نتائج خاطئه، لا المقدمات الصحيحه تاتي بنتائج صحيحه المقدمات الخاطئه هي التي تاتي بنتائج خاطئه، فاذا كان الذي سيحصل من 2011 لليوم نتيجه وهو في الاصل نتيجه امر طبيعي فهذا يدل على ان المقدمات كانت خاطئه. 33 سنه من حكم علي عبد الله الصالح كانت خاطئه. لو كانت هذه العقود الثلاثه التي حكم فيها المكبور كانت جيده ما وصلنا الى هذه النتيجه مستحيل ان تاتي الولاده من غير حمل مستحيل ان توجد نتائج من غير مقدمات هذه مستحيلات لا يعرفها يعني مستحيلات يعرفها الجميع ومع ذلك هناك بشر محسوبين علينا بشر ما زالوا ينظرون الى ثورة فبراير وكأنها بلا مقدمات، وكأنها نبت شيطاني هكذا طلع من الفراغ. وكأن الثورة قامت على نظام الحكم في سويسرا. أو في اليابان أو النرويج. هذا البعض من الناس يرفض أن يستمع إلى أي منطق يخالف وجهة نظره، حتى لو كان منطق العلم نفسه، مش مستعد يسمع شيء. العلم الذي يقول أن نظام الحكم الفاسد وهم معترفين أن نظام علي عبد الله صالح كان نظام حكم فاسد وفاشل. نظام الحكم اللي من هذا النوع لابد ان ينتهي بثوره او كارثه اجتماعيه، هذا منطق العلم. العلم الذي يقول ان نظام الحكم الفاسد هو المسؤول عن الخراب والفساد الذي يعقب الثوره. الثوره التي تقوم عليه. علماء السياسه والدول والحضارات عندما يدرسون الثورات يقولون دائما الثوره الفلانيه حدثت بسبب فصاد نظام الحكم السابق عليها. فهو المسؤول عن الثوره. وعن الاختلالات التي تاتي بعد الثوره، لا احد يحمل الثوره المسؤوليه. ما فيش علماء بيحملوا الثوره المسؤوليه، المؤرخين لا يحملون الثوره المسؤوليه، وانما يحملون النظام السابق عليها. الثوره الفرنسيه ما قالوا الثوار اخطاوا، مع انهم اجرموا في بعض السلوك، لكن المؤرخين قالوا ماري انطوانيت اللي اخطات، لويس السادس عشر هو الذي اخطا، فسادهم هو الذي سبب هذه الثوره، فما تجيش يقول لك لا الثوار الفرنسيين هم اللي اخطاوا. مع أن الثورة الفرنسية اقترفت من الجرائم ما لا يعني ما يندى له الجبين فإن احنا من ثورته اختلالات الثورة نفسها أي ثورة هي أثر من فساد النظام الحاكم الذي ثارت عليه الفساد الذي لوث البيئة السياسية برمتها حتى لو اقترفت الثورة بعض الأخطاء فإن النظام السابق يعد شريكا في هذه الأخطاء لأنه أفسد البيئة السياسية افسد البيئة السياسية، علي عبد الله صالح افسد البيئة السياسية والبيئة الاجتماعية. فاصاب المعارضة نفسها بالعجز والقصور والضعف، لما جاءت المعارضة تثور عليه كان فيها قصور كبير لانه اتلفها، افسدها. ومن المنطقي جدا ان ينعكس هذا الضعف والقصور في المعارضة على الثورة. نظام الحكم الفاسد هو الذي يدفع الناس الى الثورة عليه. وهو يعلم ان الثورة قد تحدث اختلالات كبيرة تؤدي الى مفاسد كثيرة كما هو حاصل الان. نظام الحكم الفاسد هو الذي يحبل المجتمع بالثورة الثورة كما قلنا هي جنين لا بد ما يسبق حمل الحمل هذا هو اللي حصل في خلال ثلاثة عقود من حكم علي عبد الله الصالح ومن ثم فهو المسؤول الأكبر عن الثورة وعن ما يأتي بعدها من خراب أو اختلال وهو الذي ينبغي أن توجه إليه أصابع اللوم والاتهام هذه أمور بدهية لا تحتاج لتأكيد ومع ذلك مع ذلك الكثير من الناس في مجتمعاتنا يغالط نفسه ويغالط ضميره ويتهم الثوره والثوار عما آل إليه الوضع ويقول لولا ثورتكم وربيعكم ما حدث الذي حدث. هذه صوره من صور فساد الضمير وانعدام الشعور بالحريه والمسؤوليه والمروءه، لأنه حتى المروءه لو كان عندهم مروءه ما يقولوا هذا الكلام، لأن الضمير الحر لا يغالط نفسه ولا يكذب عليها، الضمير الحر لا يجلد الضحيه ويبرئ الجلاد، الضمير الحر لا يجادل عن الذين ظلموا ولا يدافع عنهم وعن سياساتهم. القرآن يقول: ولا تكن للخائنين خصيما أي لا تدافع عن الذين يخونون المسؤولية والأمانة وتخاصم لصالحهم ويقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار نار الحرب والدمار التي نعيشها الآن قبل النار الآخرة خطورة هذه الأخلاق هذه أخلاق هذه أخلاق ليست جيدة وخطورة هذه الأخلاق أخلاق المغالطة والعناد والمكابرة وإنكار الحق خطورتها هي انها تمنع الناس من التعلم من تجاربهم التعلم من الخطا مما يعني انهم مستعدون للوقوع فيه مره اخرى وثالثه ورابعه هذا اللي بيقول انه عدم التعلم مما يجري اخطر مما يجري وهذه هي الماساه الحقيقيه الماساه الحقيقيه الا نتعلم من الماساه وهنا نكتشف صدق البيت الشعري الذي قال الذي قاله احمد شوقي فانما الامم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. صحيح الامم التي ليس لديها رصيد اخلاقي جيد يحميها يمنعها من الوقوع في الظلم والفساد والاحتراب والاصطفاف مع الباطل. الامم اللي من هذا النوع يعني اللي ما عندهاش هذه الاخلاق ستذهب وتنقرض، الامم التي لا تعترف باخطائها لا تستطيع الافاده من تجاربها ستظل تكرر هذه الأخطاء القاتلة حتى تسقط وتذهب أدراج الرياح وسنن الحياة لا تجامل أحد الوعي أو الفهم وحده لا يكفي إذا لم يكن موجها بالقيم الإيجابية شوفوا العلم العلم أنتج قنابل ذرية في هيروشيما وناغازاكي العلم اليوم يهدد البشرية ما الذي ينقص العلم اليوم؟ ينقص أخلاق أخلاق تضبط سلوك السياسيين الوعي والفهم والعلم لم يمنع اوروبا من دخول حربين عالميتين فتكت بملايين البشر وما زالت تهدد البشر لليوم بقنابلهم باسلحتهم الذريه والنوويه. الفهم والعلم والوعي وحدهم لم يمنعوا الغرب من صناعه القنابل النوويه والاسلحه المحرمه ومن نهب خيرات الامم الضعيفه في زمن الاستعمار. هذا ما نود ان نؤكد عليه. المشكله اخلاقيه وكثير من انصار الباطل اللي ما زالوا الى اليوم غير قادرين على الاعتراف بأنهم يناصرون الباطل هم مشكلتنا في حقيقة الأمر وليس الحاكم الفاسد. إذا مشكلتنا الحقيقية في الوطن العربي اليوم لم تعد مشكلة فكر، ولو أن هناك بالطبع مشكلة فكرية خطيرة، لكن الآن المشكلة مشكلة أخلاق في المقام الأول. ومشاكل الاخلاق للاسف تنتهي بسقوط الدول والمجتمعات. اليوم نحن نعاني من اتباع من انصار الانظمه الفاسده اكثر مما نعاني من النظام الفاسد، لان هي اللي أبكت الماساه الى اليوم، لولا وجود هذه الفئات من الناس ما بقيت ماساتنا لليوم، كان خلصنا بدري، كان خلصنا الثوره وانجزنا ودخلنا في المرحله التاليه ونحن في مرحله البناء الان، لكن هذه الكتل العجيبه من البشر هي التي عرقلت السير الى اليوم. لانها تعمل مثل فيروس الايدز في المجتمع تضعف جهازها المناعي تماما تجعل عرضه لفيروسات كثيره وازمتنا الكلام عن الازمه الاخلاقيه طبعا ازمتنا الاخلاقيه في الوطن العربي لم تعد غامضه ازمتنا اصبحت واضحه وضوح الشمس ابسط مظاهرها هذا التاييد او التشفي او الصمت تجاه قتل الاطفال والنساء والشيوخ وهم داخل بيوتهم بالبراميل المتفجره والصواريخ الفتاكه والسلاح الكيميائي في سوريا يقتلون بالعشرات وبالمئات وبعضنا يصفق بعضنا هنا في اليمن وفي غير اليمن يصفق للقاتل ويصفر له اتباع علي عبد الله صالح وانصارهم نفسهم انصار بشار لا فرق صالح نفسه كان واحد من انصار بشار ويطلع يقول انا مع النظام السوري ومع بشار يعني هو مع القتل يعني هو مع هذا التدمير مع هذه الجرائم وانصاره اخذوا حكمه لا فرق لا فرق بين انصار بشار وانصار صالح وانصار السيسي كلهم على قدم المساواه نفس الطينه الروس يقولون جربنا في سوريا اكثر من 200 نوع جديد من الاسلحه كانت سوريا مختبر للاسلحه الروسيه والنظام السوري ومعه ايران فعلوا بالسوريين ما لم يخطر ببال الشيطان ويظهر علي عبد الله صالح يقول نحن مع النظام السوري نحن مع بشار الاسد ومع هذا كله ما زلت تجد مؤيدين لبشار ولعلي صالح ونظامه وكانهما يخوضان مباراه كره قدم يعني كان الخلاف هو بين نادي التريسانه والزمالك والالي مثلا ولا الريال وبرشلونه هكذا الانصار بيتعاملوا هكذا انصار صالح وانصار السيسي وانصار بشار يتعاملون مع الحرب اللي موجوده اليوم وكانه خلاف بين نوادي ما قدروا يرتقوا ابدا الى مستوى من الحريه لذلك اقول ابدا لا تثقوا في ضمير اي شخص يرى جرائم النظام السوري وجرائم الحوثي وعفاش وجرائم دول الثوره المضاده ولا يغضب لا تثقوا في ضمير ابدا لان هذا الذي لا يغضب ولا يتأثر هو عبارة عن وحش وحش كامن منتظر الفرصة للظهور لا يختلف عن بشار وأمثال في شيء سوى أن الفرصة لم تواته بعد هناك عشرات الآلاف من المجرمين الكابعين في البيوت لم يجدوا فرصة لإظهار مواهبهم في القتل والتدمير فبيتحولوا إلى مناصرين كيف تعرف هؤلاء؟ من مواقفهم تجاه الأحداث من مناصرتهم للقتلة والسفاحين والفاسدين ثم يقولون لك هذا خلاف سياسي هذا خلاف سياسي مغالطة وكذب على النفس قبل الكذب على الناس أي خلاف سياسي هذا الذي يسمح بقتل الأطفال والنساء في بيوتهم أي خلاف سياسي هذا الذي يبرر قتل مليون مواطن سوري وتشريد ثمانية ملايين سوري آخرين في في مختلف البلدان أي خلاف سياسي هذا الذي يدفعك للتحالف مع الإمامة لإسقاط الجمهورية والدولة وتدمير البلد و و وقتل الناس في بيوتهم واعتقال وتعذيبهم في المعتقلات نكاية على يعني نكاية بمن على فساد نظامك الفاشل أي خلاف سياسي هذا؟ لا هذا ليس خلاف سياسة هذا خلاف قيم وأخلاق واختلاف تربية وفي هذا المقام تمتحن أخلاق الناس وتربيتهم ويجب أن يكون الأمر واضحا وأن تسقط الأقنعة الزائفة وأن نسمي الأشياء بأسمائها حتى لا يحصل لا نظل في حالة خلط نعم هو صراع قيم وخير وشر حتى لو كان صراع مصالح في بعض مستوياته وليس هناك تعارض بين أن بين صراع القيم والمصالح يعني بين أن يكون هناك قيم وهناك مصالح كما يتصور السذج من الناس يقول لك لا لا, لا هي مصالح آه حتى في صراع المصالح يعني حتى في صراع المصالح يوجد قيم ليست المشكله في ان تكون المصالح هي محرك الصراع الاول فمن الطبيعي ان يبحث الناس عن مصالحهم وان تتناقض هذه المصالح احيانا المهم ان نميز بين المصالح المشروعه والمصالح الممنوعه مش مهم انه يكون في صراع مصالح تقول لي هذا الحزب يريد مصلحته او هذا الشخص يريد مصلحته اقول لك وماله حق ما دام في 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 اطار الشرعيه فليطلب كل شخص وكل فرد مصلحتك كيف ما شاء المهم ان تكون مصلحه مشروعه والمصلحه المشروعه هي التي لا تتعارض ولا تتناقض مع مصلحه الوطن ولا تاتي على حساب مصلحه الجميع يفترض ان الوطن هذا للجميع وان مصلحه الوطن هي مصلحه الجميع والصراع صراع المصالح والبرامج السياسيه يكون ما ما بعد ذلك لا تنتصر للباطل على الحق والشر على الخير وتقول لي صراع مصالح القتل ليس حقا إلا إذا كان دفاعا عن النفس أو دفاعا عن حق أما القتل للحفاظ على مصالح أسرية ومصالح شخصية ومصالح حزبية ومصالح طائفية ومصالح جهوية على حسابها الوطن هذا هذا ليس هذا شر محض هذا مش خير أعزائي المشاهدين سنذهب لفصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا ابقوا معنا في الحرب تنتهك حقوق الانسان ومع مرور الزمن تختفي الاحداث والتفاصيل ويختفي المنتهكون خلف الركاب التوثيق والاعلام حفظ للقضايا من النسيان لست وحدك ذاكره قضايا حقوق الانسان في اليمن مرحبا بكم من جديد. كل اليمنيين اليوم يتساءلون إلى متى؟ وما هو الحل؟ وإلى أين المصير؟ وهي أسئلة صعبة لا يملك أحد الإجابة عنها الآن يقينا. والذين بيدهم الحل لا يأبهون بمعاناة الناس، ولا بمصير البلد. الذين بيدهم الحل والعقد عبارة عن ضباع والضباع ليس لديها حاسة الشفقة أو تأنيب الضمير في الداخل جماعة عصابية عنصرية في داخل البلد جماعة عصابية عنصرية تحترف القتل والدجل وتقاتل بأيديها وأسنانها من أجل مطامع دنيوية مغلفة بغلاف ديني مذهبي وليس لديها أي شعور بالمسؤولية تجاه اليمن واليمنيين هذا ضبع من الضباع اللي على جثة اليمن اليوم وفي الخارج شرعية عاجزة يعمل التحالف على إفشالها كما يقول تقرير مجلس الأمن نفسه وتحالف إماراتي سعودي يضمر الشر لليمن ولثورة فبراير تحديدا هذه هي الضباع المجتمعة على البلد أنا الشرعية طبعا لا نعني بها شرعية ضعيفة حتى لا تصلح ضبع يا ليت كان الضبع يعني بلغه المحللين هناك حاله انسداد حقيقي في المشهد لكن هذا الانسداد لن يدوم الى الابد ولابد ان تاتي لحظه انفراج قادمه وان طال زمنها والخطوره الحقيقيه ستبدا بعد لحظه الانفراج تلك لانها هي التي ستحدد مصير اليمن لمده من الزمن لا يعلمها الا الله الانفراجه القادمه ستحدد مصير الوحده الوطنيه وتحدد شكل الدوله وشكل نظام الحكم وشكل الحياه في اليمن برمته لكن يبقى السؤال الاهم هنا هو من الذي سيحدد شكل هذه الانفراجه يا ترى؟ السؤال بصيغه اخرى من هو الطرف الاقوى في معادله الصراع اليمني لأنه الطرف الأقوى هو الذي عادة يحدد ملامح المستقبل يحدد ملامح الصراع نهاياته من هو الطرف الأقوى هنا؟ هل هو الحوثي؟ أم الشرعية؟ أم التحالف؟ أم طرف رابع لا نعرفه؟ لأنه كما قلنا الطرف الأقوى هو الذي سيرسم ملامح المستقبل وهذا سؤال أيضا صعب صعب للغاية لأن كل طرف من الأطراف المعروفة قوي بصورة نسبية سنتعرف على معنى نسبيه هنا. يعني مثلا الحوثي قوي لانه يوظف كل امكاناته بمهاره من اجل البقاء والصمود. كل ما لديه من امكاناته وامكانات الدوله بيوظفها بمهاره. مع ان امكاناته محدوده جدا مقارنه بامكانات الشرعيه مثلا على سبيل المثال. وايضا هو قوي الحوثي لان التحالف نفسه لا يرغب في اسقاطه. وإزاحة من المشهد لصالح الإسلاميين وقوى فبراير التحالف يريد فقط أن ينتزع من الأسلحة الخطيرة التي تهدد دول الجوار ويريد أن يبقي الحوثي كقوة موجودة في اليمن لتخريب الحياة السياسية في اليمن لأنه يعني لا يريد أن تكون هناك حياة سياسية مثالية في اليمن تحالف السعودية تحديدا والإمارات والشرعية أيضا قوية إذا اعتبرنا الشرعية هنا إرادة التغيير وليس دولة الرئيس هادي الشرعية باعتبارها إرادة التغيير هذا الكم الهائل من اليمنيين الذي يريد التغيير. هذه الشرعية آه قوية لأنها تملك الإرادة يعني إرادة دعم الأغلبية اليمنيه سواء كانت أغلبية العامة أو أغلبية النخبة المتعلمة والمثقفة أو أغلبية الأحزاب السياسية. لديها إرادة وهي قوية لأنها تملك الشرعية الدولية الشرعية الدولية وهي قوية لأنها تملك المشروعية وهذا مهم أعني بالمشروعية هنا سلامة القضية التي تناضل من أجلها قضية شريفة قضية محترمة قضية حقيقية يعني ما هيش قضية أسرة وسلالة جاءت تدافع عن جاءت تبحث عن مصالح سلالة وأسرة ولا هي جاءت تبحث عن مصالح طائفة من الناس وجهة من الجغرافيا ولا لا الشرعية تبحث عن مصالح اليمنيين كلهم ولذلك هي قضية شريفة ومحترمة ولذلك نقول أنها لديها مشروعية, لديها مشروعية لأنها تبحث عن قضية الدولة الديمقراطية الاتحادية التي يتكاسم أمرها جميع اليمنيين والتحالف أيضا قوي لو انتقلنا إلى الشريك الثالث التحالف أيضا قوي لكنه قوي فقط بامكاناته الماديه وبحاجه اليمنيين الى مساعدته، هذه سر قوته فقط لا غير. لكن اذا جئنا نقيم قوه كل طرف من هذه الاطراف الحقيقيه النهائيه سنكتشف ان طرف الشرعيه هو الاقوى. بدليل انها موجوده ومؤثره بالرغم من انها لا تملك مقدرات الدوله كما يمتلك الحوثي ولم تستغل كل امكانات كل امكاناتها المتاحه كما يفعل الحوثي وليس لديها ايضا امكانات التحالف ومع ذلك باقيه ومؤثره هذا دليل على انها هي الاقوى فوق انها لا تملك حلفاء حقيقيين كما يملك الحوثي مثلا الحوثي لديه حلفاء حقيقيون ايران وغيرها وحزب الله بل ان حلفاء الشرعيه يعملون على اضعافها وافشالها كما قال تقرير مجلس الامن الحوثي لديه حلفاء حقيقيين. لكن هذه الحسبة حتى الآن لا تكفي للقول بأن طرفا من هذه الأطراف قادر على حسم الأمر في اليمن لصالحه. لصالح أجندته. لأننا لم نتحدث حتى الآن عن الطرف الرابع. الطرف الرابع الذي قد يكون أقوى من الجميع. أعني الأقدار والسنن التي تتفاعل مع افعالنا بطريقه معقده ومركبه وتنتج في نهايه المطاف نتائج مختلفه، نهايات مختلفه عن التي قدرها الجميع، انا اقول دائما الاقدار الموجوده حولنا المقادير الموجوده حولنا والسنن والقوانين الكونيه هذه تعمل بطريقه تفاعليه. طريقه تفاعليه يعني في اخذ وعطاء بيننا وبينها، طريقه جدليه. تتاثر وتؤثر يعني ما هيش جامده وعندما نجري سلوكا ما عندما نحدث فعلا ما هذه القوانين من حولنا تغير من قواعدها وتغير من سلوكها ولذلك الذين يعتقدون انهم قادرون على المكر بالثوره والمكر بالشعوب لا يستطيعون يعني لا لا يدركون بان المقادير قد تنتج في نهايه المطاف عكس ما يريدون. هذا هو البعد الرابع الذي نقصده انه المقادير لا ندري بماذا تفاجئنا في المستقبل القريب ولا بماذا تفاجئ السعوديه والامارات والمنطقه، هناك امور قد تحدث تقلب الطاوله على الجميع. هذه هذه الامور مقدماتها ربما موجوده الان ونحن لا نراها. ولا نراقبها مقدمات الأحداث الكبيرة أحيانا لا تخضع للعين المجردة ومع ذلك هناك اليوم مقدمات نستطيع أن يعني نتنبأ من بواسطتها عن أن المستقبل لن يكون لهؤلاء جميعا بالنظر إلى هذه القوة الرابعة كما أسميناها وهي قوة الأقدار والسنن التي تمنح الكون صفة التفاعلية يمكننا القول ان الربيع العربي قد انتقل من مستوى العمل المحلي القطري الى المستوى العالمي الربيع اليوم في طريقه لاعاده تشكيل منطقه الشرق الاوسط برمتها لا كما يريدها راسم الشرق الاوسط الجديد طبعا وانما كما تريد الاكدار نفسها كما نقول اليوم امريكا لديها خطه في اعاده تقسيم الوطن العربي والتشكيل الشرق الاوسط الجديد والاكدار لديها خطه ايضا الاقدار تعمل في الفراغات الكثيره التي يتركها مخططو السياسه وتفاجئهم دائما بمستجدات تربك خططهم والاقدار هذه ليست عمل كما قلت يعني محايد لا احنا ايضا بنصنعها احنا مشاركين فيها الاقدار هو ما نصنعه نحن وغيرنا دعونا نتامل المشهد قليلا المشهد الحالي علشان نعرف انه الاقدار احيانا قد تلعب عكس ما يريده المخططون ما الذي كانت تريده ايران مثلا وما الذي حصلت عليه ما الذي كانت تريده الامارات والسعوديه وما الذي حصلت عليه ما الذي تريده امريكا وربيبتها اسرائيل وما الذي حصلت عليه لو رجعنا لايران ايران ارادت اسقاط الجزيره العربيه بكاملها ولم تحصل حتى الآن إلا تحالف سعودي إماراتي إسرائيلي أمريكي ضدها، هذا اللي حصلته. أرادت إسقاط الجزيرة فحصلت على تحالف كبير يجمع دول الخليج أو معظمها وأمريكا وإسرائيل ضدها. إيران أنفقت في سوريا الكثير الكثير من المال والسمعة ولم تربح حتى الآن شيء يستحق العناء. صحيح هي موجوده في سوريا. بعد ان تحولت سوريا الى ساحه حرب دوليه يصعب القول معها ان نظام ايران قد ربح سوريا او ربح الحرب. ما هو سوريا نفسها القويه كانت في يد ايران من قبل. من قبل الحرب ومن قبل الثوره السوريه. اما الان فليس بيدها سوى جزء من سوريا الضعيفه. كانت سوريا القويه كلها بيدها. اليوم جزء من سوريا الضعيفه موجود بيدها هذه حصيلتها في الثوره المضاده مع كثير من العار طبعا والخزي الذي يلحق بالنظام الايراني سيتحول هذا الخزي والعار مع الايام الى عامل من عوامل الثوره على النظام الايراني وهيضطر الى تقديم تنازلات سواء داخل ايران او خارجها هذا في سوريا فما بالك باليمن باليمن هي اكثر خسرانا يعني صحيح انها استطاعت ان تجهد السعوديه ودول الخليج وهذه وهذا مكسب بالنسبه لها لكن احنا بالنسبه لنا في الثوره في الربيع العربي سنستفيد من ذلك. الامارات والسعوديه ارادتا اجهاض الربيع العربي، هذا ما ارادوا لكنهما خسرتا حتى الان مئات المليارات ويقال الوف المليارات في هذه العمليه. بسببها يعني والظروف المحيطة بالربيع العربي وخسرتا سمعتيهما الشعبية والدولية الآن سمعة السعودية في كانت سمعتها في المستوى المحلي في المستوى الإقليمي سيئة أما الآن في المس على المستوى الدولي الآن خسرت السعودية كل الحلفاء والمناصرين وال خسرت السنة وهي خسرت الشيعة وخسرت ال ال, 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 ال أصحاب الربيع العربي وخسرت تركيا وخسرت قطر وخسرت السودان والأردن ومصر وهي خسرت مصر من زمان يعني بيضحكوا عليها وخسرت أمريكا في حقيقة الأمر والاتحاد الأوروبي هذه الدولة خسرت كل شيء بسبب مغامرتها في الربيع العربي الإمارات أسوأ من ذلك وهي الآن تخوف حرب مواني طويلة عريضة وتخسر كل كل شوية تخسر في معركة لم تربح الامارات والسعوديه حتى الان معركه حقيقيه سوى معركه السيسي في مصر. لكن طبعا من المبكر القول ان الثوره المضادة قد ربحت تماما لان التفاعلات ما زالت تحدث حتى الان والمنطقه مرشحه مرشحه للاسف لحرب واسعه تختفي فيها انظمه ودول. اعني معركه الموانئ التي اشعلها ميناء جوادر الباكستاني وذهبت بعدها الامارات تستولي على الموانئ في منطقه الشرق الاوسط وتجمدها وتعطلها هذه معركه ومعركه دول البحر الابيض المتوسط على الغاز والثروات في البحر الابيض دول البحر الابيض المتوسط منها تركيا ومن ورائها ايضا ايران هناك وراء لبنان ايران وراء مصر دول الخليج في يعني هذه معركه تحضر لها كل الاطراف تقريبا واحنا كنا في هذا البرنامج من اوائل من تنبأ بها ربما قبل الجميع ربما تتذكرون ما قلته لكم في حلقه سابقه من ان السيسي كان اشترى خلال عامين فقط سلاح متنوع بحوالي 20 مليار دولار وتسألنا وتسأل يومها لماذا يشتري السيسي هذا الكم من السلاح مع ان مصر تمر بظروف اقتصاديه صعبه ومع انها اصبحت يعني سمن على عسل مع اسرائيل لماذا اذا تشتري السلاح لمن من هو العدو وقلت يومها ان السيسي يحضر لمعركه بحريه مع تركيا تحديدا بطلب من غرفه العمليات الكبرى وكنا في هذا البرنامج من اوائل من تنبه لهذه الحقيقه حتى قبل المعارضه المصريه المعارضه المصريه نفسها لم تفطن الى سر هذه الاسلحه اللي بيشتريها السيسي هذه حقيقة أقول حقيقة لأن الإعلام المصري الموجه من قبل أجهزة المخابرات المصرية قد أفصح عنها أخيرا اليوم أفصح عنها بلسان عربي مبين تعالوا نستمع إلى الإعلام المصري الشهير عمرو أديب وهو يصرح بهذه الحقيقة قبل أيام ويخبرنا لماذا اشترى السيسي السلاح إنه النهاردة وامبارح وأول امبارح في تطورات عنيفة جداً وانا مش عايز حضراتكم فجاه تلقوا نفسكم وانا بقول تعبير انا مسؤول عنه، انا اللي مسؤول عنه يعني. في حاله حرب وانتم مش عارفين. من يومين البحريه الايطاليه قررت انها تحرك وحدات ليها عشان تحمي السفن بتاعه ايني الايطاليه اللي بتقوم بالتنقيب في المثلث الذهبي بتاع الغاز عند قبرص وعند اليونان. الغاز رزق الغاز فلوس الغاز مستقبل شعوب فالبلطجه اللي بتحصل من بعض الدول في هذه المنطقه يجب ان تتوقف تماما ولذلك يجب ان تعلموا اننا لا نتحدث عن حرب تخيليه لا نتحدث عن مسترال لا قيمه لها لا نتحدث عن غواصات اشتريناها من المانيا بعشرات الملايين بشكل يعني عبثي وزير خارجيه مصر خد بالك التحركات كلها وزير خارجيه مصر في ميونخ لمؤتمر الامن قاعد مع مين؟ قاعد مع وزير الدفاع اليوناني وهتشوفه قريب جدا انا مش بقول خبر ولكن توقع يعني هتشوفوا قريب جدا لقاءات بين رؤساء الاركان ورؤساء المخابرات ورؤساء مع الجانب اليوناني والجانب الأبرصي لان المساله تحتاج الى تنسيق كبير مفيش هزار خلاص الموضوع مفيش هزار في واحد بيبلطج، مين بيبلطج؟ تركيا بتبلطج؟ اسرائيل بتبلطج. ليس عمرو اديب وحده الذي بشر المصريين بمعركه قريبه في البحر الابيض المتوسط، بل حتى حسن نصر الله ايضا. ولما نقول حسن نصر الله يعني ايران. حسن نصر الله هدد بضرب منصات الغاز الاسرائيلي الفلسطيني في حقيقه الامر الموجوده في البحر الابيض المتوسط. لما نقول حسن نصر الله يعني بنقول ايران تعالوا نستمع الى نصر الله ماذا يقول يبدو ان المنطقه كلها اصبحت او دخلت علنا في قلب معركه النفط والغاز وموضوعنا ليس موضوعا منفصلا وانا بدي احكي هاي المقدمه لاقول ما حدا يدير هذا الموضوع كانه قضيه منفصله هلا مجلس دفاع الاعلى اللبناني رسمي ياخذ قرار انه المحطات الغاز والنفط الفلانية في البحر الفلسطيني الذي تغتصبه إسرائيل الكيان العدو ممنوع أن تشتغل أنا بوعدكم خلال ساعات قليلة ما بيقعدوا بيشتغل الحقيقة أن شروط هذه الحرب قد أصبحت متوفرة حرب الغاز في البحر الأبيض المتوسط والثروات وحرب الموانئ كل الشروط اصبحت متوفره لها. القوى المتصارعه في سوريا كلها ستصبح جزءا من هذه الحرب. وستدخل اسرائيل ومصر ودول الخليج فيها بهذا القدر او ذاك. مما يعني اننا قد نكون موعودين بحرب عالميه ثالثه تطيح بعروش وتغير موازين القوى في المنطقه. كل شيء جائز والظلم لا يلد إلا خراب والحرب لا تلد إلا أختها إذا لم تلد سلاما ودول الثورة المضادة قد طغت وبغت كثيرا وأصبحت وجها لوجه مع أقدار الله التي لا يغلبها إلا هو ولعل المظلومين المكهورين في دول الدول الربيع العربي لعلهم يرون بأعينهم مصارع ظالميهم قريباً لانه هؤلاء ما خرجوا للطرف هؤلاء خرجوا لانهاء حقبه من الفساد والاستبداد وصلت الى حدود كوميديه احيانا لكنها كوميديا سوداء الفساد في اليمن في مصر في سوريا في غيره والاستبداد وصل الى حدود كوميديه احدهم في اليمن خرج يقطع الطريق بالكلاشينكوف الطريق العام لكي يسترد زوجته. زوجة اللي حنقت وراحت عند اخوها واخوها رفض يرجعها. خرج يقطع الطريق العام ويضغط على الدوله علشان يرجعوا زوجته. هذه قصه من قصص كوميديه كثيره تبين الى اي مدى كانت دول الانظمه الحاكمه لما قبل الربيع العربي كانت فاش فاسده وهشه وتستحق أكثر من ثورة وليس ثورة واحدة. عموما مشاهدينا الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله